السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني وأخواتي، وأهلا مرحبا بكم. يا أهلا مرحبا بكم في أرض الله الواسعة، أينما كنتم وحيثما حللتم. ممكن بس تأكدوا لي اليوم كما وعدتكم بالأمس، بدي أعمل تعليق إن شاء الله يكون سريع إن شاء الله على الشخص اللي دخل في الإسلام بالأمس في المسجد الذي أصلي فيه. الصوت ممكن تأكدوا لي إذا الصوت واضح؟ الله يكرمكم. نحتاج لعدد من أماكن متفرقة ما شاء الله. أهلا أهلا دكتور ياسر، يا حي الله، أهلا ومرحبا، حياكم الله، اشتقنا لكم يا دكتور ياسر، حياكم الله. الله يجزيكم الخير. هل تسمعون صوتي؟ طيب، هاي دكتور ياسر يقول لي نعم، محتاج بين 5 و10 يأكدوا لي حتى ننتهي من هاي الإشكالية. ممتاز. هاي الأخ هيثم، شكرا. حمدي، شكرا جزيلا. هاي 3، الأخت هديل، هي 4، يا حي الله الله، أخت رهف 5، هيثم 6، ضل 4 وخلص، هيك بنسكر الأغلبية المطلقة زي الانتخابات الأردنية. الأغلبية المطلقة على إيش؟ الأغلبية على إنه مش واثقين في حدا. هيا أبو فؤاد، ممتاز تمام، هي تقريبا 10 أكدوا، جزاكم الله خيرا جميعا. يا أحبة، طبعا إن شاء الله أنا هاليومين بس راح أعمل بث خاص على موضوع الانتخابات اللي صارت في الأردن، بس هذيك الحالة، خلي هذيك هبرة هبرة، بتعرف يعني هبرة؟ هبرة كبيرة هذيك، بدنا نستعد لها مليح. نشامة لو سمحتوا ترجموا شو معنى هبرة. يا أخوي أحبة، أنا بدي أعلق تعليق بس على، لأنه بالأمس كان بالإنجليزي كله، وفي بعض الناس حرموا من الصورة بالأمس، يمكن تفاجأتوا أنتوا فجأة، يعني أعلننا دخول شخص في الإسلام، الله يتقبل منه، شاب عمره 27 سنة، عايش في كندا وعنده شركة بزنس وبيشتغل ومرتاح. تستغربوا، جاء على قدميه لمركز الإسلام اللي وصل فيه وشاف الأخ المدير المركز، ثم جلس مع الإمام وسأل أسئلة، وخلال أسبوع فكر وناقش وسأل، وبالأمس إجا أعلن إسلامه. بعد ما دخل الإسلام ساعتين تقريبا كان صلاة العشاء، البث اللي شفته الآن، اللي استوقف إمام المركز الله يجزي الخير، واللي استوقفني وفعلا أدهشنا. وركزوا معي يا أخوة يا أخوات، عشان تعرفوا يعني إحنا قديش مقصرين في حق ديننا. اللي خلاه يعجب بالإسلام ويحب الإسلام ويهتم بالإسلام ويتعلق بأنه هذا الإسلام فيه شيء مميز، هو قوانين الإسلام والانضباط في الإسلام، وتخيلوا القيود التي في الإسلام. بيقول أنتوا منظومة القوانين اللي عندكم رهيبة، وصل لمرحلة قرف، وفي الرواية خلينا نسميها العامية اتقلعط. ترجمة يا نشامة، الله يكرمكم، إيش يعني اتقلعط؟ أنا هاي فرصة بصير أعلم الناس. اللهجة السورية، اللهجة المصرية بالأفلام عم تنتشر، واللهجة السورية بالأفلام عم تنتشر، بدنا ننشر إن شاء الله اللهجة الأردنية. هسا وصلنا بوصل لمرحلة القلعطة، قرفان صار من كثر التفلت اللي حواليه، تفلت في نظام العلاقات، تفلت في السلوكات، تفلت في كل شيء. عم يشوف الناس كلاتها من وين عم تقلوا، انتقلوا من كذا لكذا 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 لكذا، كل شيء صار مباح. عم بتطلع حوله، عقله رشده فطرته، مع انه شوفوا مقتدر ماليا وبعز شبابه وعايش في دولة بيقدر يعمل فيها كل إشي. بالمناسبة هنا استخدام جزء من المخدرات قانوني في كندا، تخيلوا يعني بتعاطى مخدرات قانوني، يعمل علاقات مع أي امرأة بالتراضي شو ما كانت قانوني، الشذوذ قانوني، فيش شيء ممنوع منه، وعنده فلوس، تخيلوا. فتخيلوا انتو حجم الكذا. فالإمام بيحكي لي، الإمام الله يجزيه خير بيقول يا دكتور في مجال أنت تطلق له الشهادة وتعلق على كذا. قلت له، فعم بيعلق بيقول لي تتخيل أكثر شيء صدمه في الإسلام إيجابيا وحببه في الإسلام هو القيود اللي في الإسلام والقانون في الإسلام والمنظومة القانونية. قلت لا إله إلا الله. فبيكمل الأخ الإمام الشيخ عبد العزيز اللي بتسمعوا قراءته دائما، شو بيقول لي؟ بيقول لي أكثر مشكلة بنعاني فيها مع الشباب والبنات أولاد الإسلام اللي هم أعمارهم 14 16 18، لما يجوا يناقشوا متضايقين من قوانين الإسلام، ليش ما بصير، وليش لازم أتحجب، وليش لازم أغطي، وليش ما بصير خلوة، وليش ما بصير أطلع مع الشباب، وليش ما بصير أطلع، ليش ما بصير أسوي، ليش، وطول وقتهم معترضين. يا الله، طلعوا هذا من بعيد، جاء
والدنيا بالمعنى المادي منفتحة تماما أمامه، يمارس منها ما شاء بالطريقة التي شاء، تركها ونظر إلى الخير في الإسلام هو الانضباط. تخيلوا انضباط. هنا تأتي التناقض العجيب جدا، الدول ما تصبح الدول متحضرة إلا بكثرة قوانينها. دون قانون شو بصير؟ بيقول لما نكون ما في قانون شو بنسميه؟ قانون الغاب. مع انه حتى بعيد عنكم، بعيد عنكم، الحيوانات في الغابة عندهم قوانين، لكن نضرب المثال مجازا على انفلات القوانين. لاحظوا هلا ما الذي احدى ما يميز الدول اللي بنسميها الدول المتحضرة؟ الاشياء قوانينها، مش بس وجود القانون، لا، قوانينها الفاعلة ووجود منظومة لتفعيل القانون على الجميع. بهذا تصبح الدول متحضرة. يعني كل ما كان في قيود أكثر ومعروف، قوانين سير وقوانين الضريبة وقوانين التعامل وقوانين الهجرة، إشي سبحان الله. ميجي عند الإسلام لما نقول قيود، الله أكبر، كيف والله محبة ولازم وكذا، وبتعرفوا ولا تعقدوا الناس، مش فاهم أنا. بالضريبة عندك مليون قانون ومليون تعليمة، بسلوكاتك في الشارع، بحكك، بكلامك، بالسوشال ميديا، بأي أقول لك عقد تأمين بسيط على صحتك، بس تطلع بتاخد عقد التأمين 12 صفحة في حوالي 400 ولا 500 بند بيحطوا لك إياه. بالضريبة عليك عشرات القوانين والقيود، بالدستور أي دولة عشرات القوانين أو القيود، وكلها تعتبر تحضر. نيجي بالإسلام يقول أحكام الإسلام في الوضوء، يا عمي لا تشدوا على الناس، بالصلاة لازم، يا عمي لا تشدوا على الناس، عندنا العلاقات بين الجنسين، يا عمي لا تشدوا على الناس، خليهم على راحتهم. نيجي بنحكي في الإسلام كل شيء بالعلاقات الجنسية، خليهم على راحتهم. بالكلام اللي بدهم يحكوه، لما نيجي نقول لهم مثلا يا جماعة أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بل، يا عمي لا تشدوا على الناس، خليهم على راحتهم. مجرد ما أحكام ربنا دخلت على الخط، شو ردة الفعل عند كثير من المنهزمين اللي هويتهم الإسلامية لا تعنيهم؟ شو العبارة؟ لا تشدوا على الناس، لا تشدوا على الناس. بينما في المقابل هو نفسه هذا اللي صار خلطته اللي براسه فكر إيش؟ فكر لا مادي، لا ديني، علماني، وخلطة مادية على مسيحية على علمانية داخلة، هيك بخلطة عنده هون مش واضحة، مسخت هويته كلها. بكل إشي آخر، يا أخي ما شاء الله، يا أخي القوانين في البلد، يا أخي قوانين واضحة، كل واحد عارف إله ولا عليه، يا أخي مباشرة فيش عندهم مزح، سبحان الله. طب نيجي نحكي على الإسلام، يا أخي لا تشدوا ولا تشدوا، لا تشدوا ولا تشدوا، لا تشدوا ولا تشدوا، على مين؟ وهي رسالة للآباء والأمهات طول وقتهم بدهم، بتعرف لساتها صغيرة، لساته صغير، لا تمنعوا، خليها راحته، خليها راحتها، خليها راحته، خليها راحتها. بينما بترضى تخلي ابنك على راحته في الدراسة، خاصة ما تكون موديه مدرسة خاصة ولا انترناشونال سكول وعنده واجبات ولازم يقرأ ثلاث لغات وكذا، والله بتدعس عليه، بده يدرس، دافع عليه، سبحان الله، ما بتخليه على راحته. بتخلوهم على راحتهم إذا كانوا بدهم يقدموا لمنحة ولا يسافروا برا ولا يعملوا ولا كذا، ما بتخليهم على راحتهم. لكن عند حقوق ربنا خليه على راحته، وخليه على راحته. عند الصلاة لا تصحي، خليه على راحته. عند صلاة الفجر خليه على راحته. طب عنده امتحان للمنحة اللي بده يطلع فيها على بريطانيا، بده يحرث للتوجيهي، بده يحرث، سبحان الله، لا إله إلا الله. لذلك يا أخي حبيت بس أوصل هذه الصورة، بدي أحاول ما أطول بهذا البث، بس هي رسالة لكل منهزم في الإسلام، ورسالة لكل شاب وفتاة من اللي طول وقت بتضايق من أحكام الإسلام. تخيلوا هذا جاء إلى الإسلام أنه في قيود، عانى ما عاناه ورأى تفلت أسرته وانفلات القرايب ومعارفه، وهو نفسه من لأنه ما نشوفه مسلسل الانحدار بيشبه اللي احنا بنسميه عندنا في الأردن السحسيلة. للأردنيين والفلسطينيين والسوريين فاهمين عليه شو السحسيلة، والله عن جد بعرفش باللهجات الثانية شو السحسيلة، حتى ولا بعرفش حتى باللغة العربية الفصيحة شو هي السحسيلة. تعرف السحسيلة، ويمكن أظن السوريين يسموها الزحليقة، المهم ما نسميه نحن السحسيلة أو السلايد بالإنجليزي، إذا صح حتى بالإنجليزي. المهم ترجم والله سمحته، كل واحد يحكي بلهجته شو يعني سحسيلة. بدي أعطيك مثال مجازي، اللي بتفلت من القيود زي اللي بوقف على رأس السحسيلة. بتعرف السحسيلة بتطلع أنت سلم وبدك تتسحسل من فوق لتحت، فلنفرض 4 متر. أنت الآن ما دمت واقف فوق ولساتك ما وضعت جسمك ورخيت نفسك وأطلقت لنفسك العنان وقوة الجاذبية سحبتك، أنت في أمام. باللحظة اللي رفعت إيديك ورخيت جسمك وابتدأت بالحركة نحو الأسفل، مسلسل الانحدار لا توقف له إلا بالقاع. صورة مجازية، هي زحليقة، هي أحد الإخوة عم يترجم للزحليقة، مزلقانة بالعراقي المزحليقة، يا زلمة الله على التراجم ما أحلاها، سحسيلة الجبل الروسي أو الشلن.
عندنا في الأردن سحسيلة بنسميها. المهم فلاحظوا، فالآن التعبير المجازي، أنت الآن واقف فوق، أنت مخير، لا تبتدئ بالمسلسل، بتبلش مسلسل انحدار، عفوا المسلسل النزول لا وقوف له إلا بالقاع، أنت من فوق لتحت، باللحظة اللي ابتدأت بتقدرش توقف ترى، ولو وقفت بنسميه التشحيط أو التفحيط، إحنا ماشي إيديك بتنحرق أو تتمزع أو بنطلونك بتمزع أو ثيابك بتتمزق، مشكلة خلاص انحدار للأسف للقاع حتى تصل إلى القاع. وهذا اللي بيصير عند كثير من الآباء والأمهات والشباب والبنات كله. شو يا أخي لا تشدوا، والمشكلة ما بيسووه بالدراسة، ما بيسووه بالقوانين الأمنية، ما بيسووه في علاقتهم مع الدولة. ما واحد بيسترجي يشوف ابنه مثلا على سبيل المثال عم ينكت نكت أمنية شوي خطيرة أو نكت سياسية أو عم يجيب سيرة قيادات عليا على السريع، اضبطه أصمد لسانك وكذا، والحيطان إله بالدام، بكرة بدك تتعين، بدك تتوظف، وسمعتك وسمعة العيلة وسمعة، لا إله إلا الله. طيب بيشوفه قاعد بيستهتر بسب بيشتم بأشياء دينية، يا أخي لا تشد عليه لساته صغير ومش قصده وقصده. طب يا جماعة فلنتق الله، لازم نعطي القيمة لله حتى ربنا يبارك لنا، زي ما بنحترم القيود الأمنية والقيود الشكلية والقيود العائلية والقيود الحزبية والقيود العشائرية وكلياتهم نحترمها وعيب وكذا، بنعمل مشكلة كبيرة جدا. يا جماعة أهم شيء يفترض نحترم قيوده هو الدين، اللي هو حق ربنا علينا بكل شيء، لا تشدوا لا تشدوا، لا تعقدوا لا تعقدوا، بكل شيء آخر لنلتزم صح. رسالة فلنتق الله ولننظر لهذا المثال كيف أنه اللي حببه في الدين هي القيود اللي فيه. بس هذه لمن أحبه، وساعدوني في نشر هذا الفيديو، الله يكرمكم، جزيكم الخير ويبارك فيكم. الأخت رباب والله كلام مهم اللي عم تحكي. الأخت رباب بتقول دكتور ذكرتني بمعلمة بريطانية كانت تدرس في مركز البريتش كونسل، أسلمت في بريطانيا وتزوجت أردني، بعد ما أجت على الأردن حكت بالحرف الواحد، أنا عم بقرأ كلام الأخت رباب، حكت هاي البريطانية بعد ما تزوجت أردني وجت على الأردن قالت لو عرفت الإسلام عندكم ما أسلمت، وللأسف أولادنا صار عندهم انفصام ما بين معالم الدين والمجتمع الذي يربط ما بين عادات جاهلية ويربطها بالدين. مجتمعنا يهمه المظهر العام، ببين ديني ومن الداخل مرتشي كاذب، حتى المروءة عند الكثيرين تبخرت زمان. نعم المروءة عند كثيرين للأسف، وأول مبارح بالانتخابات شفناها بعينينا كيف المروءة مصطوبة عند عدد لا بأس به من الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. أشكرك أخت رباب، وتصديقا لكلامك للي فيكو بفهم إنجليزي بكلمة مبارح أنا اللي حكيتها لهذا بعد ما أسلم، دعيت له وحكيت له عن قضية الحسنات وإشي، لكن ختمت كلامي قلت له أرجوك أخي الكريم أرجوك أن تحرص وتحذر، قلت له إحنا المسلمين عددنا ضخم، يعني روايات بتقول 1,700,000,000، روايات بتقول 1,900,000,000، روايات بتقول 2,000,000,000، قلت له في عشرات الملايين من هؤلاء غير ملتزمين مسلمين بالاسم بس، قلت له راح تشوف منهم وراح تشوف غش وكذب وخداع ولفلف ودوران، قلت بترجاك لا تخليهم يصرفوك عن هذا الدين الجميل، احكم عليهم بالإسلام ولا تخليهم يخلوك تحكم على الإسلام من خلالهم، تصديقا لكلامك من كثر ما بنشوف للأسف للأسف. أسأل الله سبحانه وتعالى رحمه ورحمته. أنا خلصت الرسالة تبعتي، طبعا جزاكم الله خيرا، الصوت إن شاء الله مسموع، أعتذر عن أي إنسان يريد التواصل على الخاص، عندي ضغط شديد ولا أستطيع، و بارك الله بكل من دعا وكل من ذكر كلاما خيرا. رح أمر على الملحوظات، فقط الملحوظات اللي إلها علاقة باللي حكيت رح أرد عليها، اللي ما إلها علاقة جزاكم الله خير رح أتجاوزها بشكل سريع جدا، في تقريبا حوالي 60 ملاحظة. بسم الله. وأي حدا بيعلق على الصوت بيكون عنده مشكلة بجهازه. جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت بهجة بتقول آه والله بيصحوا على الشغل ما بيصحوا على الفجر. نعم يعني لا بتلاقي الأب والأم، الأم مثلا بعض المرات لو إجا الأب بده يصحي ابنه على صلاة الفجر قبل المدرسة بساعة، حرام ودير بالك ومسكينه يا علي، وطول الليل سهران وبده يدرس، بينما لو عنده حصة خصوصي أو لو الباص بروح عليه بتقوم الدنيا. عندنا مشكلة في إعطاء قيمة للدين.
بنعتبرها قيود للأسف، قيود أقصد سلبية، بينما كل القيود الأخرى بنتقبلها. يعني انفصام باختصار، بانفصام. شكرا لكل من ترجم معنا سو حسيلة، الله يجزيكم الخير. بدي أكسب الوقت. الأخت بهجة بتقول التنازل لا قعر له، تقصد نعم هو قعر، بس في ناس فعلا يعني الله يجزيكم الخير. طيب ما شاء الله يا جماعة، فوق الثلاثين شخص فيكم عم بترجم معنا سو حسيلة. الأخت منى بتقول بنص السحسالة ممكن يمسك ثاني ويطلع بالعكس بس أصعب، لكن السحسالة اللي بتكون طويلة وسريعة ترى لو بده يمسك ممكن يمزع إيديه. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب داليا بتقول بصير سلسلة من التنازلات، صحيح خطوات الشيطان، صدقتي وتشبيه جيد. نعم قال لذلك ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة، زي بيت الشعر الشهير قال نظرة فابتسامة فكلمة فلقاء فبكمل الطريق، بتبقى خطوات، خطوة خطوة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الأخت وفاء بتقول عرفوا كيف يبعدونا عن الدين فصرنا نتضايق من القيود، حسبي الله بس بعرف مخمرات، تقصد يعني بمعنى يلبسنا الخمار غطاء الوجه اللي هو، مو حافظين أركان الإسلام، الله يرحمنا برحمته. شكرا أخت فاتن. إباء بتقول للأسف إحنا عايشين بزمن فتن ما بتخلي حدا معصوم من هذا الانحدار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. شكرا يا إباء. طبعا سامحوني عم بتجاوز كل شيء الا ما له علاقه بموضوع البث، وادعوا لي انا بعد اقل من 48 ساعه عندي امتحان مهم جدا جدا جدا، فتعبان جدا في الدراسه هذا، عم بعمل بس هيك على السريع، وادعوا لي ان الله يفتح علي باذن الله. الاخت هديل نعم شفته طبعا، شفته، اشتركت اكثر من مره بمهرجانات وسلمنا على بعض، ردا على سؤال الاخت هديل عم تسألني هل شفت الدكتور أيمن العتوم؟ نعم الله يجزيكم الخير. طبعا موضوع الانتخابات في الأردن بس أخلص من الامتحان مخي يفضل، لأنه عندي كتير إشي مهم بدي أعلق، لأنه هذا بده هبرة زي ما قلنا، هبرة، ها موضوع هبرة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب 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 اللهم صل على سيدنا محمد. الأخت منى بتقول الله خلق الكون والله وضع قوانينه ويجب اتباعه، حتى النمل والنحل والحيوانات عندهم قوانين، صح فعلا الكون كله قائم على قوانين، وما في حدا يتحضر بدون قوانين أصلا بالمعنى المادي، حتى البشر، حتى الملحد، تخيل الدول العلمانية والملحدة بدون قوانين وعديدة وتفصيلية وصارمة وقيود ونظام محاسبة ما في، بنفلتوا الناس بيصيروا زي الوحوش. ليش اشمعنا ما نحكي عن قيود الإسلام بتصير مشكلة؟ سبحان الله. حذيفة بيقول صدقا يا شيخ أنا صارت معي شخصيا طفل سب الذات الإلهية قدامي فجعلني أغضب غضب شديد، فمن عاداتنا أنه نبهدل أي حد وممكن توصل للضرب، فشافتني أمه وبهدلت دقيقة راح الملحوظة، آسف أخ بالله تبعته مرة ثانية أخ حذيفة، مش للأسف الملحوظات عم تتم دفعها للأعلى ما عم بقدر أقرأها. أخ حذيفة لو تعيد ملحوظتك لو سمحت. الأخ هشام دكة بيقول جوهر فكرة دخوله في الإسلام هي بعدما عاش الحرية المطلقة واقتنع بأنه لا بد من قيود تحدد العلاقات بين البشر، وبدأ يبحث عن قوانين تحدد تلك العلاقات فوجد ضالته في الإسلام وأراد الله له هداية. نعم الله يجزيك خير أخ هشام، لخصت كلامي فعلا. هاي الأخت فاتن عم تلخص لنا المصطلحات الأردنية، هبرة والقلعة والسحسالة،
لازم حطوا هاشتاج نشر المصطلحات الأردنية في العالم العربي تأسيا باللهجة المصرية والسورية. طبعا بدي أتجاوز موضوع الانتخابات لأن بدي أعمل له بث خاص إن شاء الله بإذن الله. الأخ منتصر بيقول الموضوع كبير 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 كثير يا شيخ، بده مشاكل نعرف تربية الأطفال، ننصحهم بالشيخ المربي جاسم المطوع. الله يجزيك الخير، أشكرك على النصيحة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. محمد علي بيسأل ما هو فكر عدنان إبراهيم؟ فكر عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم بيجهزك كيف تترك الإسلام. بيعمل لك تجهيز توضيبي مرتبة كيف تكره الصحابة وتتكبر على البخاري وتشوف حالك أحسن من الكل، يصير في عندك كبر على الالتزام، وكيف تترك الالتزام وكيف توقف إلى حد ما مع نظرية داروين وتشك في كل إشي في دينك وتأله نفسك وتسب على العلماء. هذا فكر عدنان إبراهيم، مدل تدليس على كذب على تحريف على إلى آخره. إلخ 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 إلخ. اللهم صل على سيدنا محمد. كل موضوع الانتخابات بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله إذا الله أحيانا. عملاء فرنسا بدهم يدفعوا قضية على أحمد سبيع ازدراء أديان. الله، بنصحكم بصفحته أحمد سبيع اللي هو قناة البينة مقارنة الأديان، ادخلوا على صفحته وانشروا فيديوهات وادعموه. الأخ وحيد بيقول الوضع الصحيح للحياة أننا نرتب حياتنا وفقا للصلاة وليس العكس. ابن عثيمين رحمه الله يقول لا عز لمن ترك صلاة الفجر، ليش ما ينام قبليها؟ جزاك الله خير أخ وحيد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. حيا الله الأخت من الجزائر، أهلا ومرحبا بك. طيب سامحوني راح أتجاوز كل شيء ما له علاقة في موضوعي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله انه ملحوظات كثير اللي عم بيسال عن الانتخابات واللي عم الاخ يزيد العجلوني مو فاهم سؤالك. انا لم افهم السؤال، مش فاهم كيف يعني اطبق الايه كروية الارض، انا مش فاهم السؤال. الأخ بلال بيقول تغييب فكري من الدرجة الأولى، نجحت الماسونية بتشويه جزء من صورة الإسلام. كل قوى الشر بشكل عام ماسونية وغيرها. الله يجزيكم الخير. الأخ محمد بيقول للأسف الدكتور الجيل القديم فيه بقية من الخير، الحمد لله لازم نخاف على الجيل الجاي. ما هو هون الجيل الجاي مين بده يربي؟ أباء وأمهاته من الجيل الحالي عم بيقصروا في التربية، عم بيعطوا أولوية لأشياء كثيرة جدا على حساب حق الله سبحانه وتعالى. الأولاد كيف بتربوا على تعظيم قيمة لها علاقة بربنا لما الأب والأم يعطوا قيمة؟ حيا الله الأخ من المغرب سليمان، يلا يجزيك الخير. الله يجزيكم خير كل من دعوا لنا في الامتحان. عندي امتحان باللغة الإنجليزية صعب جدا جدا جدا، يعني مطلوب مني جهد. يعني الامتحان راح أجلس في مكان الامتحان، أطلع من البيت 9 الصبح للعشرة، حوالي 6 ساعات امتحان راح يأخذ مني انحباس في مكان. تأدية الامتحان تقريبا 6 ساعات، فدماغي عم بلف لف هيك. امتحان صعب جدا.
اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ما دام ما في شيء، الله يجزيك الخير. الأخت غدير يوسف تقول: العقل يدرك أن القوانين بالحياة سبب للنظام والعدالة، فما بالنا بقوانين الله تبارك وتعالى. بالتوفيق دكتور. شكرا شكرا أخت غدير، الله يكرمك ويبارك فيك إن شاء الله. الله يجزيك الخير. الأخ جلال يقول: معنى كلام سيدنا عمر: كنا أمة هملة يقاتل بعضنا الآخر، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. جزاك الله خير. حياك الله ابو رمان، الله يسعدك ويكرمك ويبارك فيك ان شاء الله ويجزيك الخير ان شاء الله. الاخ خالد بيقول: ابناء جلدتنا هم من تسببوا فيما وصلنا لهم من ذل والانحطاط، كل اشكال انحلال الاخلاق، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. هاي الاخت داليا عم بتكمل لي الملحوظه اللي ما قراتها للاخ اظن هيثم او حذيفه، نسيت اسمه. تكمله الملحوظه انه امه بهدل، انه بهدلت امه انه بعده طفل صغير ما بيفهم. سبحان الله. فهم يسب بس مش فاهم المعنى. الام هذا في قبل شوي اخ ما قدرت اكمل ملاحظته، يقول لك شفت واحد عم بيسب الذات الالهيه، عم بيسب ربنا، فاجى بده يحكي مع الام بتبهدل الشاب انك ليش ما بيحكي، هذا صغير ما بفهم، عادي ينترك. طب هذا شيء طبيعي لما يكون بده تنزل مكانه ربنا من عنده يسب ربنا على الطالع وعلى النازل، واللي بيسب ربنا ما بيسال ربنا، بده يسال. هذا بيطلع مجرم، افاك، متحرش، مغتصب، لص، سراق، حرامي، بلطجي، داعر. طبعا لما بهالدرجة تكون بالعياذ بالله بحارب ربنا بطش، كل القيم التحتية بدها تروح منه والعياذ بالله. صلى الله يرحمنا برحمته. الأخت وفاء بتقول: ظاهرة الأطفال اللي بتسب الذات الإلهية كثير منتشر، الناس صارت تخلف وتاكل بس أهم ما تربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ربنا حذرنا، شو قال؟ لما قلنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني بدنا نعرف إنه أنا لما يعني المصطلح اللي بيستخدموه بعض أهل الأردن لما يقول لك خلف وارمي في الشارع والشارع بربي، بربي كيف يعني؟ بيقول لك بعض الناس بيقول لك بيطلع زقرت زلمه قد حاله الناس بتخاف منه. هو شوف بربي، بربي ممكن يربي زقرت، بس الزقرت هذا بيكون لص وملعون والدين ومتحرش وممكن يقتل، ممكن يعتدي، ممكن يسرق، وممكن كذا. هو بربي، هو بيسمن شخص كيف يذهب الى جهنم، زي هذول البلطجيه اللي قطعوا ايدين صالح الله يكون بعونه. هذا وين تربى؟ بالشارع. هذا تربوا بالتربايه الشوارع، هذول بربي، بربي بربي ناس يعني ما بيخافوش، بس ما بيخافوش من حدا، ومعتدين وظالمين. فهدول بربي ناس مؤهلين لجهنم، وبسحبوا أبائهم معاهم لأن هم اللي رموهم بالشارع. الحكيمة: هل من الواجب متابعة الأهل لأبنائهم بالصلاة والفرض بعد زواجهم؟ يعني إذا في تقصير وفي جهل معين بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يعني ليش لا؟ بس طبعا كل ما كان أصغر بالعمر الواجب أكبر أكيد. عبد الله خريسات: دكتور ليش ما بتحكوا عن مشاكل الشباب في البلاد العربية من الشتائم والقذف بين بعض؟ ما بنحكي؟ أنا ما بحكي؟ هذا من أهم، يعني أزعم إني بحكي، والله أعلم يعني. طيب طيب سامحونا، ما عم بلحق. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد.
الأخت أفنان بتقول أستاذ هل الشرح الشاب ليش هو أحب قوانين الإسلام بالذات عن باقي الديانات؟ باقي الديانات الإلهية عندهم كمان قوانين، شو الشيء ما يجذب انتباهه؟ على حسب ما فهمت الإمام بشكل عام القوانين ولمح لي على بالذات قانون الأسرة، وجود العلاقة بالعائلات، وجود ويتخيلوا تخيلوا أعجبوا كثير موضوع مسؤولية الرجل عن المرأة في الصرف، وأنه هو لازم يشتغل، هو لازم يصرف على الزوجة ولازم يتكفل فيها، ومفهوم القوامة والرعاية كثير حس أنه هذا توزيع أدوار رائع جدا بيحفظ العائلة قد ما كان في عنده تفلت في العائلة اللي جا منها. هذا أكثر إشي فهمته. الله يجزيك الخير. الأخت بتقول كنت أكره ولدي يخرج الشارع، الآن مع الالتصاق بالأجهزة الإلكترونية ندفعهم دفع للعب بالشارع، سبحان الله. طبعا إخواني وأخواتي لا تفهموا مني أنه فكرة خروج على الشارع على الإطلاق، أنا بقول عفوا الترك بالشارع دون رقابة، يعني والله إذا الشارع كان شارع حارة كلياتها قرايب ومعارف وناس معروفين وأولاد عمه وأولاد أخ فرضا مع بعض وفي متابعة وفي ناس أكبر منهم، بس هي الفكرة غالبية الناس بيرموا للشارع ما بيشو، يعني بيرجع من المدرسة بيرمي شنطته بينزل ما بيجي غير بياكل لقمة وبضله لا يرجع للنوم، مع مين بقعد؟ شو بيسمع مسبات؟ شو بيشوف أشياء ما بصير يشوفها؟ شو بنحكى؟ شو بتطول؟ ايش بيشوف؟ قضايا قذرات وصغار، مين بيتحركش فيه، مين بيتحرش فيه، ولا هم سائلين. في كثير ناس هيك للاسف من باب شو بدي وجع الراس، هيو موجود في الحاره اذا صار شيء بنعرف. لا 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 هذا تقصير، هذا والعياذ بالله كان عم بجهزه لجهنم انا، ومش حابني معاه كمان، نسال الله العفو والعافيه. طيب سامحوني انا وعدت اني ما اطول، موضوع كان فقط للي دخل متاخر، كنت اوصل رساله للاخ الاسلم امبارح في المسجد، سبب دخوله في الاسلام هي قوانين الاسلام ونظام القيود في الإسلام والضوابط في الإسلام، تخيلوا من كثر الضيق بموضوع التفلت وعدم الانضباط والإطلاق في الحريات باختصار، بينما عندنا ناس بتضايقوا من الارتباطات. على كل حال إن رأيتم أو يعني شعرتم أن هناك شيئا من الخير في هذه الحلقة ساعدونا بالنشر وجزاكم الله خير، نلقاكم على خير بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بإذن الله.